بسم الله وباسم الشعب العراقي العظيم، بيان العراق سيد نفسه، ومنه نحن معتصمو أبناء الرميثة تأييدا لبيان أخوتنا المعتصمين في السماوة، نعلن تضامننا التام الكامل مع بيان أبطال الناصرية، أبطال المواجهة الحقة، المتضمن المهلة المعطاة للحكومة الحالية، ولأننا سلميون وفق المعايير القانونية التي كفلها لنا الدستور، ولأن الحكومة الحالية المشكلة من الأحزاب التي استهترت بالدم العراقي ومن قبلها بالمطالب الشعبية الحقة، وعليه كل الخيارات السلمية المتاحة لدينا، كما ونجدد رفضنا لكل التدخلات الأجنبية.